السلام عليكم خوتي، بخير. معكم ميكانور، فيديو جديد، فيديو ان شاء الله اليوم ديال سكودا اوكتافيا عندها الفولا قاصحه. يعني واخا كدير مارش كتبقى الفولا قاصحه، فولا كاع ما كترطب قاصحه بزاف. المشكل مناش مشكل عندها في الديريكسيون اسيستي. مهم حنا كي ملي كيكون واحد المشكل كتشعلك واحد البولون ديال الديريكسيون، هي هادي ما كتشعلش فيها. المهم حنا غادي نحيدو الموتور وغادي نشوفو شنو المشكل ديالو ونشاركو معاكم هاد المشكل. الموتور كاين تحت، هو الموتور كاين تحت الباتري، خصو تحيد الباتري ونحيدو. كما قلت لكم فولا قاصحه مناش. شوف شنو وقع، هادي هاد يعني هاد الاسيستي يعني تقسمت ما بين الاسيستي والقرعه. من هنا ولا كيخرج هاد الزيت، هذا اللي عندها هنا في الكارطيره ولا كيخرج. منين خرج ديك الزيت ولات كتقصح الفولا. يعني كو كان شعلت ديك لاسين ديال الفولون ديال الديريكسيون في الطابلو غيكون مشكل الكترونيك، ولكن منين ما شعلاش لاسين ديال الفولون ديال الديريكسيون اللي وريتكم في الطابلو، يعني مشكل ميكانيك. المهم غادي نحيدو حنايا هاد الاسيستي هادي وغادي نردو هاد القرعه، راه طلاشات من الداخل حيت كيموت ليها واحد الجوال. هذا ملي كيموت هاد الجوان هذا كتولي هاد القرعه ما شدش، يعني هاد الكوليه هادي كتولي مرخوفه. يعني ملي كتبراكي البراكاج كيولي يعني بزاف، حيت دابا كتبراكي كلشي لشي جهه وتبغي تقلع كيولي لا كومبريسيون كتكون مجهده على القرعه. داكشي هذا هو السبب باش تحلت هاد القرعه. المهم غادي نحيدوها ونشوفوا ليها الجوان ونطويوها ونوليو نردوها نديرو لها اسيستي وما يكون غير الخير. هذا هو اللي كاين، نخليكم مع التحيات ديالها. بعد ما بدلنا جوج جوانات قلنا لها الزيت ديالها، حنا غادي براكي دابا قلنا الامور مزيانه قدام، راه ناقصه الزيت مازال خصنا نزيدو الزيت.
مهم الامور دابا تبارك الله راه الامور مزيانه. ها هي غيب غيب صباحها يعني البركاج دابا ولات الفولون رطبه ولات الامور مزيانه. مع العلم كانت قاصحه دابا الامور مزيانه. معكم اكعبون تبارك الله عليكم، ودعموا القناه بالبارطاج وما تبخلوش علينا بالبارطاج وبلي جيم، واللي سول على شي حاجة غادي نجاوبه ان شاء الله. راه كنجاوبوا كل شيء في التعليق، اي واحد كيدير شي تعليق كنجاوبوا عليه. وتبارك الله عليكم ديما ميكانور اكابون.